بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله ونبي الهدى، أما بعد. فهذه بعض الأسئلة المتضمنة لبعض الشبهات التي تلقاها أصحاب المكتبة المسمى بالسلفية من الحاقدين على هذه الدعوة المباركة من رؤوس أصحاب الحزب الجديد، حيث قد استخف بها هؤلاء كثيرا من عقول الأعاجم الذين يثقون بهم ويجهلون حقيقة هذه الأمور، وما أنتم عليه من القيام المبارك في التدريس والتعليم والدعوة إلى الله تعالى. فنحب من فضيلتكم التعليق على ما ذكر هنا، لعل الله أن ينفع بذلك من أراد الله الخير، شاكرين لكم ما تقومون به وإتاحتكم هذه الفرصة. السؤال الأول، يقولون إن الحجوري عبد من دون الله بالاستغاثة ورضي بذلك، حيث قد قرأ في حضرتي أبيات فيها الشرك وأقرها، ثم ذكروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أقول هؤلاء قوم طاغون، وهؤلاء يطلقون الأقوال الجزافية، كيف يقول العبد من دون الله؟ أصرنا طواغيت، فالطاغوت هو الذي يعبد من دون الله وهو راض، وهذا تكفير من هؤلاء الطغام، ضلال جهلة، لا يعرف أحدهم كما يقال كوعه من بوعه. والواقع أن هؤلاء أصحاب المكتبة السلفية يعرفون ما أنا عليه لله الحمد في العلم والتدريس، وقد تعلم بعضهم عندي وكان أسمع منه الخير الحسن، لكنهم نكصوا على أعقابهم إلى الحزبية، فكما يقال الحزبية مساخة فعلا. كيف هذه الأحكام؟ يقال إنه يعني صار يعبد من دون الله وصار طاغوتا، وصار هذا جهل لأمور. الأمر الأول أن بعض الأقاويل التي يقولها الشعراء والله ما أدري بها أنا، ربما قالوها هنا وربما قالوها غير هنا. ثانيا، أن من قال باطلا غددنا عليه، قد يكون بادئا وقد يكون غريبا، وقد يكون القائل يعني ما عنده تمييز بين المعاني. ولا نرضى والله بالغلو فينا ولا في غيرنا من الناس، فإن الله يقول في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فلا يجوز الغلو في دين الله، وهو دين عظيم، دين الحق. وهكذا لا يجوز الغلو في أنبياء الله ورسله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، وكل عبد الله ورسوله. فأكذب الله ألسنة هؤلاء الخراصين، وقطع الله لسان من يغرر بهؤلاء الجهال الذين يقولون هذه الأقوال. أنحن نقر مثل هذا على أننا صرنا طواغيتا، وأننا نقول يعني ماذا نقر فينا على أن نعبد من دون الله؟ هذا كلام إدن، وجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وإلا فهم ضلال يصرخ بضلالهم على مسمع ومرأة من الناس، مضادون للحق بغير برهان ولا قرآن. نعم، عصبية للحزبية، مناوءة للسلفية، بعدا عن الحقائق العلمية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أبو خديجة ذلك الجويهل الذي له أعداد السنين ما أظنه قد حفظ القرآن، ولا أظنه يعني عرف من الحديث إلا مجرد أن مع شيخ فلان شيخ فلان، يعني ما عنده بصيرة حتى في العلم. وهكذا أيضا بعضهم الذين درسوا هناك مقلد عمي، بعد أن انحرف عبيد الجابري وخرجت منه تلك الأقاويل التي لا يقرها سلفي منصف ولا يرضى بها في دين الله حتى لو خرجت من أبيه أو أقرب قريب إليه، قاموا يتجلدون للباطل ويدافعون بلا علم ولا حلم. فهؤلاء قوم ضلال، حذروا منهم واحذروهم، واعلموا أن من أغرهم أو فتنهم يحمل وزرهم، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فإن لم يكن هذا الفعل منهم ضلال بإطلاق الكلمات الجزافية والغلو والمبالغة
وهكذا ايضا الهيلمان على عوام الناس، على عوام الناس المساكين الذين هم بحاجه الى تعليم والى نصح والى ارشاد الى تعلم دينهم، فيغررون بهم ويبعدونهم عن الحق ويبعدونهم عن السنه ويبغضون اليهم الخير واهله. ان لم يكن هذا من الهوى ومن الفتنه ومن البدع، فما هي البدع اذن؟ اقرا الابيات. نعم. ويقولون في هذه الابيات: فما ان تور الركب يحيى مسافرا الى الحج الا واستغثت مناديا، ايا شيخ ادركني فاني من الجوى، اكفف الدمع من فراقك باكيا. والله يا اخي هذا ما اسمع علمت بها، وان قالها قائل تحسب عليه، ونحن ننكر كلمه يعني اغثني، حتى ان الانسان الحي قد يستغيث بالحي فيما يقدر عليه، لكن هذا ليس من بابه، هذا خطا. كلمه يا فلان اغثني، وكلمه القوم ما هم راضون حتى بكلام حق، اما هذا الكلام ففيه جزاف وفيه مبالغه لا نقره، لكن القوم اصحاب حسد، اصحاب عناد، هكذا الحزبيه وهكذا الهوى. وعلى كل حال الذي قال هذا قد انحرف وصار من جنسهم. هو واحد يقال له القاضي كنت كثير ما أزجره من بعض هذه المبالغات، أو واحد من هذه الأصناف قد صار من جنسهم، فالغلو منكم وإليكم، أما نحن براء منهم. يقولون أيضا في الأبيات: إنك تربي طلابك على الغلو في شخصيتك. كاذب كاذب، أبدا طلابي منصفون، ولهذا ما تجردوا للحق وما قلدوا أناسا هم يجلونهم. كذب أبدا طلابي، مع الحديث مع السنة مع النحو مع العقيدة الصحيحة، مع علوم ترون أنكم ما حسدتموهم إلا حسدا، حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوه فالناس له حسد وخصوم. والله لما كسلتم وبقيتم مع الجمعيات وتركتم العلم وذهبتم إلى الريالات وإلى الدولارات وما مكنكم الله عز وجل من الخير، ذهبتم تضادون هؤلاء الذين نفع الله بهم هنا وهناك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أم يحسدون الناس لما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، منهم من آمن به ومنهم صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذا كذب كله الذي يقولونه، أنه يعني نربي أبناء أخواننا على هذا. علو في الناس نربيهم على الغلو، علو في الناس، يعني هذا درس في الفقه وعنده غلو، هذا درس في العقيدة وعنده غلو، هذا درس في النحو وعنده غلو، وين الغلو هذا؟ عندنا كتاب وسنة وليل ونهار احنا مع العلم، أنتم الذين جالسون مكاتبكم قال فلان قال فلان، أصحاب نميمة صارت مجالسكم أصحاب نميمة وأصحاب غيبة، لا علم ولا حلم، ومعكم مكتبة تراجم يعني هذا يترجم فيها وهذا يبيع تجارة بعد الدنيا، وتكذبون على الناس. يا أخي والله هذا هواء، هذا جهل، تطاول على أهل العلم، تطاول وطيش. ولا سينفعكم ابدا الذين يدفعون بكم الى هذه الفتنه. عبيد قد صار مبغوضا عند الناس، لا تعرضوا انفسكم للجهالات من اجل عبيد، ولا تكسبك الناس الا عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى. والواجب ان تكون ما تكون امعه، هذا شان الجهال. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وثقة عمياء بمن يتكلم في دماج، من تكلم في دماج وثقوا به ثقة عمياء، أهم شيء يعني ماذا يوافق رغباتهم. قليل معروف، والله قليل معروف أصحاب المكتب السلفية، يعني هؤلاء اللي يتكلمون، وإلا والله يعلمون أنهم يعني ماذا من زمن الشيخ رحمه الله، يعلمون ما عندي من الخير ولله الحمد، والدعوة والسنة والسلفية، ولا أزال ولم يحصل أي تغيير، بل زدنا من الخير وما بكم من نعمة من الله، وعلمنا بعضهم وينقض غزلها أن كافة من أجل ريالات السعودية. نعم تفضل. ومثل لذلك أي أنك تربي طلابك على الغلو، ومثل لذلك يقول الشاعر: يا شيخنا يرعاك ربي إنني لا أبتغي الدنيا وأنت رحيل، أقسمت أنني لو مسحت حذاءه طول الحياة لكان ذاك قليل. يا أخي بعضهم يبالغ، أنا لا أحب المدح لكن بعضهم يبالغ، وقد قالوا هذا في ناس كثيرين، ومع ذلك هذا لا أقر أنا مسألة أني مسحت، وأنتم تعرفون ذلك في الحلقة، تعرفون ذلك، أنا لا أحب هذا، وهذا خطأ من بعضهم لم أربه أنا، ومع هذا كل ما كان من هذا الكلام المبالغ نحن نحبه. هؤلاء كذابون الذين يقولون هذا القول، أنا نقر هذا القول، والله كذابون، أنا أعلم بنفسي منهم. وهؤلاء أيضا ما ذهبوا يلقطون على كثير ممن قيل فيه هذه الأقوال وساكتون عليه. عبيد يا
عبيد يا ايها الببغاوات، عبيد يقول ولد المرأة وغض بصرك، صاحبكم عبيد، وايش تقولون في هذا؟ يولدها ويغض بصره. طيب عبيد يقول يعني بفك السحر، يقول بفك السحر عن المسحور، ساحر يعني بفك السحر عن الساحر. عبيد يقول يعني بكلامه في كعب بن مالك ضال مضل. نعم عبيد يقول لو كان البخاري يعمل فتنة اتركه، البخاري يأتي منه فتنة. ها أنتم أصحاب هواء، ما أنتم أصحاب إنصاف. صحيح كلمة حق تقال، والله هؤلاء الحزبيون أصحاب هواء ليسوا أصحاب إنصاف، وغير ذلك من الجزافات لم تنبس عليه شفه منهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنهم. لا تنهون عن منكر فعلوه، شبهون بمن قال الله عز وجل كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وناصبون العداء لدار الحديث بالدماج للدار السلفية الصافية. والله لا نقر غلوا ولا نقر تحزبا ولا نرضى بالجهل، وهم راضون بالجهل لأنفسهم. هناك يأتي المحاضر بعضهم يعني ماذا يستدعونه، جلس يوم أو يومين ربما ما درس حتى كتاب واحد وذهب، هذا جهل المحض. يا ليتكم تعرفون قدر أنفسكم، رحم الله امرأ قد عرف قدر نفسه، هذه الحقيقة. نعم. واستشهدوا أيضا على هذا بقول الشاعر: ترى القوافل نحو الدار قادمة كأنها مكة تقف لها العير، وقد أحاطوا بيحيى في مجالسه كما يحيط بالبيت الكعبة السور. البيت الكعبة السور، والله ما مسألة القوافل، لتأتي قوافل كثيرة والحمد لله، والشعراء يبالغون. وأما بالنسبة للإحاطة فإذا جاء ضيوف جلسوا وناقشوا واستفادوا وسألوا، ومسألة كأنه مكة، المؤمن أشرف من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند ها نعم. ابن عمر أيه. قال ابن عمر: والمؤمن أشرف عند الله منك، فأين الغلو في هذا؟ ومع ذلك هذا الكلام، نحن ما نحب المدح، أقول لك أنا لا أحب المدح والإطراء، أما في حدود الشرع فلا يكره أحد، لا أحب الإطراء والمبالغة. هذا هو، بارك الله فيكم، هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة. يكفي أنهم في صدر الكلام يعتبرون طاغوتيين، يدل على أنهم جهلة لا ينزلون الأحكام منازلها، وأن هذا طاغوت وأنه يعبد من دون الله. شوف على كلام. يقولون بأنك أثنيت على بعض هؤلاء بعد إلقائهم هذه الأشعار التي فيها هذا الغلو، ومما رموا به هذه الدار وشيخها أن طلابه يمثلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمة الدين. ما حد مثل أبدا، ما حد يكون مثل النبي، هذا كله كذب كله. هؤلاء الحزبيون يا أخوان كذبهم فاق الأولين، والله كذب 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 صراحة. صحيح والله نرى منهم الكذب الصراح، وأيضا يفوح منهم أيضا التجلد للهوى، تجلد للهوى وعدم انصياع للحق، هذا كذب صراح. من الذي مثلني بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نبي معصوم وأنا من أمته، من الذي مثلني؟ من يرضى أن يقال أنت مثل النبي؟ من يقال هذا؟ من يرضى لنفسه أنا أو غيري؟ لو قيل، لو قرر هذا إنسان في نفسه يعتبر هذا خطر عليه، والله لا مثلوني ولا رضيت بهذا، وهذا كله كذب. يقصدون به الكلام الفاضي هذا ايش هو؟ وله من ماحق رسول السماحة، وله من أبو بكر، له تأسي به، له تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله أسوة، لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أما أنه شبيهه إن شاء الله. شبيهة تمت الرسالة.